تتميز كلية العلوم التقنية التطبيقية بميزة هامة جدا بالنسبة لخريجيها، وهي نسبة التشغيل العالية جدا للطلبة خلال الست شهور إلى بعد التخرج. وهذا حقيقة هو نتيجة لتركيز الكلية في التدريس والبحث على كفايات ومهارات متطلبة للطالب توائم سوق العمل. أنا طالبة هندسة صناعية في الجامعة الألمانية، واخترت أني أدخل في مجال الهندسة الصناعية عشانها هندسة تشمل مجالين، اللي هو مانجمنت أو البزنس سايد وكمان الانجينيرينج سايد. السنة بألمانيا بتعطينا الشانس أن نشوف أكبر اندستري بالعالم ونشوف كيف هم عم بيستخدموا الاندستري الانجينيرينج. أنا طالب هندسة ميكانيك سنة خامسة، فخلال الخمس سنين اللي قضيتها بهاي الجامعة بتخصصي في مجال إنك تتعلم ثيوري كثير وتطبقه باللابات زي ما شفته. لما طلعت على ألمانيا رحت هناك وتدربت مع شركة أودي، خلصت تدريبي مع أودي ورجعت هون. كان ضايل علي الجراجويشن بروجكت، هلأ أنا قاعد بشتغل عليه، اللي هو عبارة عن سيميوليشن لسولر سبيس هيتينج. هلا انا بشتغل انا والشباب تحت اشراف دكتورنا. مرحبا، انا طالب هندسه ميكاترونكس. اخترت التخصص لانه بيجمع اكثر من تخصص مع بعض، ميكانيك وبرمجه وكهرباء مع بعض. هذا الاشي بيخلي التخصص له في سوق العمل مجال واسع. غير هيك أنا صراحة حبيت التخصص لأنه في عنا في الجامعة نادي الروبوتكس. هذا النادي بيفتح للطلاب آفاق إبداعية وبيحفزهم على العمل الجماعي. أنا خلصت هندسة صناعية من School of Applied Technical Sciences، ولما طلعت على ألمانيا عملت تدريبي بشركة بوش بشتوتغارت ونلنا على جائزة أحسن بحث علمي. حالياً عم بشتغل بشركة الحكمة. برامج كلية العلوم التطبيقية هي ثلاثة برامج في الهندسة الصناعية وهندسة الميكانيك وهندسة الميكاترونكس، إضافة إلى برنامج ماجستير في إدارة الهندسية. هذه البرامج تقدم عبر كادر كفؤ وعالي الخبرة من المدرسين ومساعد البحث والتدريس، إضافة إلى 20 مختبر مجهز بأحدث الأجهزة. في المستقبل القريب تهدف الكلية إلى الحصول على الاعتماد الألماني بعد أن حصلت على الاعتماد الأردني، إضافة إلى تدرس الكلية الآن مشروع برامج بكالوريوس بالتعاون مع المشغلين، بالتعاون مع الصناعة.